واحد فينا في مكان قافل عليه باب بيخاف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنينا وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. يعني بحبك انت مدام ايمان. ياسين انت ربنا بعتك ليه من الزمن؟ انت مش فاهم البني ادم ده. قليل انت بقى ايه البني ادم مالك بتعبنا؟ انت بتهزر ولا جننت؟ قالت الرائد ايهاب صفي الدين من وزاره الداخليه وخروجه بكفاله قدرها 100,000 جنيه على ذمه التحقيق. ولا تزعل نفسك، شوف المشروع اللي انت تحبه وانا هصرف لك عليه من مليون ل10 مليون. يا ماما مش مشكلة ان انا سبت الداخلية، بس مشكلة ان انا ممكن اتسجن كمان. انت مش واثقة انه ابنه؟ بصراحة انا عندي شك ان ابو الولد ده يكون ايه؟ ابنك انت. شيخة انت كمان بلا قرف. انا هسافر معاكي، مش هسيبك لوحدك، هسافر مع بعض تتعالجي تبقى زي الفيلم حبيبي. يوسف اللي عامل فيها بورم مقطع السمكة وديلها طلع فاضي ولا أي حاجة. يا ابني افهم، العيلة دي كلها عايشة في دوامة بقالها فترة، وكلنا كنا فاكرين إن المشاكل اللي بتحصل دي صدف، ده مش حقيقي. ريد روز بتدمر كل واحد فينا. وحضرتك بقى لما رحت اتجوزتي من ورانا في السر وعرفي، كنت بتفضلي مصلحة مين؟ مصلحتك ولا مصلحة العيلة؟ أنا الظاهر غلطت قوي لما كتبت لك كل املاكي باسمك. بس بقول لك على حاجه، انا حاسس ان انا متلخبط على الاخر في مشاعري واحاسيسي. اللخبطه حلوه يعني، مش وحشه يعني، ف
فجأة عندي حمزة وأنا أب بعد ما كنت خلاص شلت موضوع الخلفة والجواز ده من دماغي. بس عايز أسألك، هو أنت ليه خبيتي عني الفترة دي كلها؟ وما كنتش ناوية أقول لحد أبدا، لولا ظروف بس. وليه كتبتيه باسم خالد؟ حقيقة مش عارفة أقول لك إيه بصراحة، أنت كده بتحرجني يعني. سوري لو بحرجك، بس برضه من حقي إن أنا كنت أعرف. كل حاجة بوقتها يا ياسين. تتجوزين؟ مش عارفة، أنت تفاجئتني. طب وهي مفاجأة حلوة ولا وحشة؟ أنا المهم عندي دلوقتي موضوع التحليل ده يتقفل تماما، يعني علشان نفسية حمزة وكده. آه طبعا، أوعدك إن أنا هقعد مع خالد وأقنعه إن هو يشيل الموضوع ده من دماغه خالص. آه بس أوعى تقول له موضوع إنك أبو حمزة ده، يعني عشان ما يعنيتش أكتر. معلش يا فراس، أنا عارف إني ظلمتك معايا، بس الحمد لله إن الموضوع اتلحق من بدري، لأني بعد الجواز كنت هبقى ظلمك معايا قوي. كنت أكيد هخلص لك، لكن ما أقدرش أتصور نفسي زوجة مش وفية. بس أنت كنت هتحس، لأن أي حاجة مش من القلب بتتحس. أنا أسفة قوي فراس، أنا سافرت لبنان ومش راجعة تاني. أشوف وشك بخير. في حاجة يا فراس ولا إيه؟ يعني أنت مش عارف؟ قصدك مالك؟ طب ما أنت عارف أهو. أكيد طبعًا، وحاولت ألحقها بس على ما وصلت المطار الطيارة كانت طلعت. هو المفروض بقى إن أنا أصدق الكلام ده. يعني إيه مش فاهم؟ يعني أنا مش تلميذ، وعارف كويس أوي الخطة اللي عملتها أنت ومالك. خطة إيه يا ابني؟ أنت اتخبلت في مخك. الهيالي بتتبلي في الجواب إن هي مش عايزة تتجوزني عشان ما تخنيش. قصدك إيه؟ قصدي في حد تاني. انا ما عنديش علم بالموضوع ده. انت هتستهبل؟ انت كنيت ولا ايه؟ انا كنت حاسس من الاول ان في حاجه بتحصل بنتي، بس كنت دايما بكاتب نفسي، لان عمري ما كنت اتخيل انك ممكن تكون بالسفاله دي. انا مش هطلع بره. هطلع بره واسيب لك المركز كله. روك عليك ملك، امشي. ما قالكش هو مين؟ والله ما فاكر اسمه ايه، بس هو قال لي لما تفتح الظرف انت هتعرف هو مين. هناك اهو.
ايوه اسمك كده روح في خبر كان اما نشوف القضيه دي هترسى على ايه. البيت سمعت طلع الجاسوس تاخد اخبار البيت وتروح تبلغها للست اللي اسمها سهيله دي. ولما انت عارف كده ما قلتش كده ليه من الاول؟ ما انا ما رضيتش اتعايش مع عبده. الست سهيله دي طلعت مصيبه بقى هي ورا المصايب اللي بتحصل في العيله دي كلها. واحنا بنقول يا ترى المصايب دي بتجيلنا من ايه؟ يا حبيبتي نورتي. الله يسلمك يا اختي. هو حربي مش موجود ولا ايه؟ انت عماله تخبطي ومحدش بيرد. اصلي حربي مش راجع النهارده. ليه كفر الله الشر؟ اصله سافر. سافر؟ سافر راح فين؟ سافر يتجوز ويقضي شهر العسل. ايه؟ ايه الفيلم العربي اللي انت بتحكيه؟ زي ما بقول لك كده يا يارا، انا خلاص يائسه من الدنيا واللي فيها، ما عنديش رغبه اعيش خلاص. كل حاجه فيا بتنهار، ما عادش عندي ثقة في أي حد في الدنيا. لا يا فوتي ما بصي ما تعمليش في نفسك كده. أمال أعمل إيه بس؟ تخيلي يا يارا، تخيلي أمك يهون عليها إنها تجيب لك مجرمين بلطجية يخطفوكي عشان أغراضها المريضة. أنا بجد مش مصدقة. ما بقتش عارفة أروح فين ولا أجي منين، أعمل إيه؟ يعني إيه تروحي فين؟ تيجي تقعدي عندي طبعاً بيتك مطرح. طب قولي لي بقى. حازم موقفه ايه؟ تخيلي ان احنا كنا بدأنا يا دوبك انا وهو علاقتنا تتصلح، بدأ يبقى كويس معايا وانا بدأت ابقى كويسه معاه، بس الظاهر مش مكتوب لي اتهنى ولا اعيش في فرح عمري. فطيمه، الانسان مننا لما بيكون مصدوم بيبقى شايف كل حاجه سودة، بتفضل بقى دماغه تودي وتجيب في القديم والجديد، في الاخر مش بيستفيد حاجه غير ان هو بيجيب لنفسه اكتئاب. انا فعلا عندي اكتئاب، انا ما بقتش بعرف انام، حاسه ان انا عندي كوابيس طول الليل، بصحى مفزوعه. انت عارفه ان انا بقيت اخد منوم قبل ما انام؟ لا فطيمه بجد ما تهزريش، اللي انت بتقوليه ده خطر جدا عليكي، ما تعمليش في نفسك كده ابدا. امال اعمل ايه بس؟ انا خلاص مش عايزه اعيش في الدنيا دي ولا لحظه تاني. ايه الكلام ده؟ طمني يا محمد، ايه الاخبار؟ تمام سعادتك. يارا رجعت وتحطت لها البضاعة في الشنطة. كويس. بس في حاجة يا فندم. إيه؟ أنا شايف إن البضاعة دي محطوطة طعم للبوليس. وأنا معاك في نفس الرأي يا محمد. أعتقد إن البضاعة لو عدت من المطار ده يسمح لنا نكتشف أشخاص جداد في الشبكة. إحنا ما نعرفهمش. مالك يا فندم؟ في حاجة بس كده مضايقاني وعاملة لي دوشة اليومين دول. حاجة إيه صعبك؟ الولد اللي اسمه حازم ده بقى بيهرب كتير من المراقبة، بيختفي بالساعات. أعتقد إنه بقى عارف إن إحنا بنراقبه، أو على الأقل بيشك. أنا آسف يا فندم إني دخلت فجأة، بس في موضوع خطير. في إيه؟ الهارد ديسك اللي عليه كل الصور الفيديوهات الخاصة بقضية حازم هنداوي اختفى. ازاي ده حصل يا حسن؟ رد عليا، ازاي ده حصل؟ الهارد يا فندم اتبدل وحط مكانه هارد فاضي. دي كارثه يا حسن، كارثه. الهارد ده لازم يذهب النهارده حالا يا فندم. انا ماليش اي علاقه بقتل بواب عماره عمر. بقول لك ايه يا حسام، انت كده كده هتعترف،
مفيش فايده. بس احنا هناخدها حاجه حاجه. قول لي بقى فين بقيه الورق اللي لقيناه عندك في البيت؟ والله العظيم ما لاقي اي علاقه بالورق ده. ده واحد عدى على اخويا في البيت وانا ما كنتش موجود، ساب له الورق ومشي. يا سلام، والله قصه حلوه ومقنعه. والله العظيم يا فندم هي دي الحقيقه، والله العظيم. ماشي هنشوف. مش عارفه، انا حاسه ان الموضوع ده مش كده بس. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي كنت بسمعه عن ريد روز دي ان هي حاجه صعبه قوي كده وحاجه يعني مش معقوله. انا عارفه امك كويس، اعتقد ان مش امك يعني اللي هي تقدر تعمل كده. هي صحيح ست ذكيه ومش سهله، بس الموضوع كبير، الموضوع وراه حاجه كبيره. حاجه ايه؟ يعني متوقعه مثلا الموضوع ده يكون ورا حد كبير قوي. اللي جنبي يحصل ده شغل مخابرات. امي طلعت بقى مخابرات. مش عارفه، انا حاسه ان امي دي حد بيحركها. يعني هي ممكن تكون هي الاداه اللي بيلعبوا بيها، لكن اعتقد ان في حد كبير قوي هو اللي بيحركها. سواء الكلام ده كان صح او غلط، انا كل اللي يهمني دلوقتي حياتي اللي اتخربت وبيتي اللي اتخرب. مش مهم بقى تطلع ايه في الاخر، دنيتي كلها انتهت. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن. ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش كنا خلصنا منك؟ كده برضو عم عوض؟ يعني يهون عليك العيش والملح؟ وانا يعني كنت عملت لك ايه؟ عارفه لو حد شافك جوه هيبلغ البوليس. جرى ايه يا عم عوض؟ هو يعني العجل لما بيقع بتكتر سكاكينه؟ سكاكين ايه وسلخانة ايه يا بنت انتي؟ يا مؤذية خربت البيوت. بقيت دلوقتي خربت البيوت بعد ما الحنفية بتاعت الفلوس اللي انا كنت بديها لك اتقفلت. حنفية يا ام حنفية، انت انا شفت منك ابيض ولا اسود؟ تصدق ان انت عامل زي القطط المسعورة تاكل وتنكر. انا مسعور يا بنت المسعورة؟ يا خربت البيوت هتمشي ولا برنامج البوليس؟ ما انا لسه خارجة من عندهم. يا بنت امشي امشي، انت ما بتسمعيش؟ طب والنبي خش اندهلي يا عم عبد. يا بنت بقول لك امشي امشي، بقول لك بدل ما ابلغ البوليس. يا عم عوض ابوس ايدك والنبي تخش تنده لي يا عم عبده، واللي انت عايزه هديهولك. طب ارمي بياضك. منين يا حصر؟ شوف البت، انت بتسجديني يا بت ولا ايه؟ يا عم عوض افهم، انا لسه خارجه لا حلت ابيض ولا اسود، اول ما اقفش قرشين هظبطك على طول. طب عايز عم عبده في ايه؟ يا عم خش انده وخلص في يومك ده. شوف البت هترجع تتملعن تاني. انت مش ليك ان انت تتحين؟ خش بس انده لي يا عم عبده والنبي. هخش انده له، رجليك ما تعتبش جوه وتفضلي واقفه هنا، سامع ولا لا؟ حاضر. مسعورة ايه؟ بس يا ستي، ومن يوميها انا متلقح عايش في اوتيل. يا حبيبي طب ما جيتش على هنا على طول ليه؟ ما حبيتش تشوفيني وانا في الحاله دي. ياه الدرجه دي يا حبيبي؟ انا خلاص بقيت ضايع، كل ده بسببك يا حازم الكلب. بس اقسم بالله ما حسيبك يلا انت. ما كفايه بقى يا ايهاب، في ايه؟ انت عاوز تعمل في نفسك ايه اكتر من كده؟ انت دلوقتي العين عليك، يعني لازم تهدى كده وتفكر صح وتتصرف صح، ولما تبقى يا سيدي تقف على رجلك تاني تبقى تعمل في الزفت حازم ده اللي انت عايزه. شفت اللي حصل يا عم عبده؟ معقوله حرب لحق يتجوز وكمان بيقضي شهر العسل؟ يا عم ربنا اوعدنا. يا عم عذرنا انت راخر. اه بصراحه لازم يديها استماره سته وتشوف نفسه بقى. غيظ فيا كمان وكمان، هقول لك ايه؟ ما هو العيب مش عليك، العيب على اللي شمت فيا اللي يسوى واللي ما يسواش. مين ده يا بنت اللي يسوى وما يسواش؟ ده يا عوض، البنت جايه مكسوره، هتفرمها انت كمان؟ حرام عليك يا اخي. النبي انت طيب، انت بتاكل من الشويتين دول يا عم عبده؟ بقول لك ايه يا عوض؟ يا تقعد ساكت يا تروح تشوف وراك ايه. حاضر يا عم هقعد ساكت اما اشوف اخرتها. وانت ناوي تعملي ايه يا بنتي؟ والله ما عارفه يا عم عبد، اول ما خرجت من الحجز ما بقتش عارفه اروح لفين ولا اجي منين، لقيت رجليا جايباني على هنا، هعمل ايه؟ انا مع الرصيف يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو برضه يا بنتي مش معقوله تقعدي هنا بعد اللي عملتيه. انا مستعده ابوس جسمتهم واحد واحد بس يسامحوني. وايه اللي جاب عليكي بقى بالليله دي كلها؟ ها؟ لازم تمشي ورا شطانك؟ يا عم عوض، يا عم عوض حرام عليك، شمعت مش كده؟ العبي عليا يا بنت العبي عليا. بكفاياك بقى عوض. والله يا بنت انا ما عارف اقول لك ايه،
أبوس إيدك يا عم عبدو، والنبي ما تتخلى عني، أنا ما بقاليش حد غيرك دلوقتي، ما تسيبنيش لكلاب السكك ينهشوا فيا. استغفر الله العظيم. بقول لك يا سماح، روحي اقعدي قد ساعتين ثلاثة كده في أي حتة وتعالي لي، أكون شفت لك صرفة يا بنتي. الله ربنا يكرمك ويسترك وما يوقعكش في دقيقة أبدا. يا عيني. معقول يا عبدو اللي أنت بتقوله ده؟ عايزني أسامحها بعد كل اللي عملته؟ أنا مش قادرة أسامح مرات ابني، مصرة إنه يطلقها. والله يا ست هاني، دي بنت غلبانة وحالها يصعب على الكافر، وبعدين خلاص تابت وعرفت ربنا. وبعدين لما مؤاخذة يا ست هاني، دي ملهاش حد غيرنا دلوقتي، ولو عملت أي حاجة حتى لو صغيرة عارفة إنها هتنام في الشارع. مدام فريدة، أنا بقالي معاك 40 سنة وعمري ما طلبت من حضرتك طلب. حاضر يا عبدو، عشان خاطرك بس على مسؤوليتك. ربنا يخليك يا ست هانم ويكتب لك في كل خطوة سلامة. شكرين قوي يا ست هانم. خالد في ايه؟ أنا جاي أقول لك إني مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ بيروت. بيروت؟ أنت برضه مصر إنك تسافر وراها؟ دي غلطتي ولازم أصلحها بنفسي. أنت عايز تصلح الغلطة بغلطة أكبر؟ غلطة أكبر؟ هو الجواز غلطة أكبر؟ جواز؟ أيوه، أنا هتجوز ملك. ده قرارك النهائي؟ ده قراري النهائي، ومفيش قوة على الأرض هتقدر تغير رأيي. ياه، للدرجة دي البنت كانت عقلك؟ استاذ سليمان بره وعايز يقابل حضرتك. مش عايز اقابل حد. حضرتك في ميعاد بينك. قلت مش عايز اقابل حد. اطلعي بره. متاسف. انا قلقانه قوي على خالك يا اشرف. مش عارف يكون اختفى فين ده. عمال اضرب عليه تليفونات ما بيردش عليا. طيب اهدي اهدي، انا هتصرف ما تقلقيش. بقولك يا حسام، انت شكلك ابن ناس ومش وش بهدلة. يا ريت تقولي على مكان بقية الورق عشان ما زعلكش. والله يا فندم انا ما اعرف اي حاجة عن الورق ده اساسا. هو حضرتك ليه مش عايز تصدقني؟ خلاص براحتك، بس خلي بالك انت اللي جبته لنفسك. خير يا عم عثمان؟ شوفي في واحد فات من تحت وصاب لحضرتك الظرف ده. ما قال لك مين؟ لا يا فندم. اوكي شكرا. كانت حلوة قوي 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 قوي. انبسطتي؟ جدا، بقالي زمان جدا ما سهرت السهرة حلوة زي دي. انا لا ما انبسطتش خالص. ليه كده؟ لا بعد ليه كده دي بقى انبسطت وانبسطت قوي قوي كمان. اقول لك حاجة كمان؟ انا بنتي انبسطتي، اعرفي ان كل يوم بنتي. ازاي؟ هما الحنين وسهيلة دول مين؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ولاد الكلب، ولاد الكلب. انا اسف والله يا استاذ ياسين، لازم تصريح بالزيارة من النيابة. معلش يا فندم أرجوك، حضرتك عارف إن ده أخويا، محتاج أقعد معاه حتى خمس دقايق. أنا مقدر والله، بس والله ما ينفع. يعني لازم التصريح؟
ده قانون مفيش فيه هزار. مش فاهم حاجة يا ياسمين. معقولة يا جو؟ معقولة في الآخر الساعة دي كلها تطلع كده؟ ليه كده يا جو؟ غبي، ازاي تسيبها تمشي؟ اكيد لما سبتها تمشي حست ان انت كمان بايعها. داخل مالك؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة ايه؟ انا معرفكش. انا بعرف انك زعلان من نبرة صوتك. ده ايه الاهتمام المفاجئ ده؟ طول عمرك كده. لما بتبقى عايز حاجة وما بتعرفش تجيبها بتبقى عامل كده بالظبط. يا اما بتجيلي وانا بتصرف اجيبها لك. عايز تعرف ايه يا حازم؟ عايز اعرف ايه اللي مضايقك. مش قادر اسامح نفسي اني سبت ملك تمشي. ويا ملك مشيت ليه؟ انا قلت لماما اني عايز اتجوز ملك. وطبعا ماما رفضت. رفضت بس؟ دي قعدت تقول كلام كتير قوي على ملك. انا ما تخيلتش ان ماما تقول كده. المشكله مش في كده. المشكلة إن ملك سمعتها. طبعاً ضايقت جداً. لما اتشطت في هدومها وقالت لي محتاجة تروح تقعد في أوتيل كام يوم لحد ما تهدي أعصابها. حاولت أمسك فيها ما عرفتش. المشكلة بقى إني عرفت إنها طلعت على لبنان. وأنت بتحبها خلي؟ تخيل يا حازم. طلعت الفترة دي كلها بحب ملك وأنا مش حاسس. ايوه بس اشمعنى ملك يعني؟ ايه اشمعنى ملك؟ ملك بتقولها وانت متضايق كده. لا انا مش متضايق، انا مستغرب بس. مستغرب اني بحب؟ لا يا سيدي، حب براحتك. بس انت بقالك فتره طويله قوي قافل من الستات ومش طايقهم. ايه؟ ملك فكت العقده ولا ايه؟ ومالها ملك؟ مفيش بصراحة، ما تعجبنيش. عارف ليه ملك ما بتعجبكش؟ ليه؟ عشان ملك شخصية سوية. قصدك سلبية؟ طول عمرك كده. أي حد كويس يعدي من جنبك مش عايز تعرفه وتقول عليه سلبي. يا عم خالد، ملك داخل فيها شمال ليه؟ يا عم أنا مش داخل فيك شمال ولا حاجة. ده أنا أكتر بني آدم مديلك إيده وأنت اللي بترفض تحط إيدك في إيدي. أمال أنا بعمل إيه دلوقتي؟ ما أنا بمد إيدي في إيدك أهو وأنت اللي بترفض. فيها يا حازم؟ أنا ابتديت أحس إنك مش طايقني عشان أنا أخوك المحترم الكويس. ده على أساس إيه؟ إنك ملاك ما بتغلطش يعني ولا إيه؟ لا يا سيدي مش ملاك. أنا ليه أخطاء زي أي بني آدم تاني. طب ما تعترف بأخطاء. أعترف لك أنت؟ ليه إن شاء الله؟ هتحاسبني ولا إيه؟ لا مش هحاسبك. خالد، هو أنت غلطان في حقي في حاجة؟ أنا اللي غلطان في حقك؟ ليه يا حازم؟ هو أنا اللي حاولت أسرق أخويا وهو بيساعدني أرجع مراتي المخطوفة؟ وانت كل شويه تقعد ترجع لورا. سؤالي واضح، انت مخبي عليا حاجه يا خالد؟ اخبي عليك ايه وليه اخبي عليك؟
نملش ونعيش والذكرى فينا والجرح طول العمر وفي اغلب الاوقات نسال وما بنعرفش ليه سيبنا من ايدينا الحب دي ويمر في كتير من الحكايات الحب ما بيكملش ونعيش والذكرى فينا وفي جرح طول العمر وفي اغلب الاوقات نسال وما بنعرفش ليه سيبنا من ايدينا الحب دي عمر ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي هي نتيجه واحده ما فيهاش اختلافات نقدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات نقدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات كانش نفسه يفضل قدام عيني مين فينا حبه ضاعش مش ندمان عليه مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عيني ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات